يا حاج. ايوه. انت بالسيف اللبن؟ ها؟ بالسيف اللبن؟ ايوه. حليب ده. حليب بتاع شنو؟ ده لبن بودره يا حاج. بودره شديده. بالسيف ولا شنيطة؟ والله الظروف صعبه شويه. قال ال ال الحاجات دي. سيريسلي؟ سيريسلي انت؟ اللبن ده ما غالي يا حاج يا اخي. اولا بيت بعدي. ده ما لبن. ده سكر. والله انت ما عندك السكري؟ ان بقى عندك سكر يا خير قبل ما السكر يقضى يكون عندك سكر في جسمك. انا خايف يقتلك يا اخي. ما يقتلني عشان انا صغير على الكلام ده. عمرك كم يعني؟ 70 81. وجع. وجع ساخن. والله يا حاج تغير والله. والله بتموت يا زول. هوي ما تصف السكر. ها؟ ما تصف السكر. اما تي؟ مالك؟ السلعه اللي قاعد تضرب. ايوه. والله دي سفت لها رتين حق السكر. قولي وينك؟ وين؟ والله ما تتبذي لي. إذا بقت بترول ولا شنو؟ لا جات جات. من الموت؟ ما جات شديدة. يا الله. ما زين عندنا الاستشهاد بيجوك. كانت في الجنوب ولا شنو؟ هجليس. ها؟ هجليس. نمحل البترول. مشت تعالى وحميها نيجيريا. اوكي، طيب اقول للناس دي الرسالة كده بتقول رسالة ده. أنا أوجهها لكم. أيوه. أي زول لقى السكر يسفه لأنه تالي السكر اللي بقى قضى تاكلوا من سلامكم وسلامكم يقتلكم أولاد الذين. هذا يكون علي. أقول لك كذا في لك عشان جهرني السكر.